سامي ورامي فاتحين محلات ذهب جنب بعض، وهم مجهزين المحلات بتاعتهم، انما ايه حاجه ما حصلتش. لكن في حاجه كانت بتميز محل سامي عن محل رامي، يا ترى هي ايه؟ سامي ريح نفسه وركب نظام بيكرز في محله، يعني حاطط في بطنه بطيخه صيفي وبينام الليل متهني. اما رامي فراح مركب كاميرات مراقبه بس، وافتكر انه كده هيحمي محله من السرقه، علشان كده بيفضل خايف وقلقان وما بيتهناش في نومه، الله يعينه. وفي يوم رامي كان مشغول، كان بيبيع الزبون جامد عريس يعني، وفجأة دخل حرامي. بس على مين يا بابا؟ رامي كان مفتح قوي، ومع كده الحرامي سرق حتتين ذهب وهرب. بلغ البوليس لكن للأسف ما قدروش يتأكدوا من ملامحه، والذهب طار. محاولات سرقة كتير كانت بتحصل في النهار، والحرامي كان بيهرب من محل رامي بكل سهولة، لكن أي حرامي بيدخل محل سامي كان بيتقفش على طول، وده طبعا بفضل نظام بيكرز. رامي بقى سمع الحكاية دي واتفاجئ جدا وسأله، انتوا قفشتوا الحرامي بالسرعه دي ازاي؟ انت شفته هو بيسرق ولا ايه؟ واللي ما يعرفوش رامي ان اللي حصل مع سامي ده كان بفضل سيستم الامان بيكرز، اللي بعت اشاره فوريه لعمي سامي على طول لما فتح الحرامي السقع باب المحل، وبعدها بدقيقتين لما وصل لسامي فيديو مسجل مدته 50 ثانيه وعرف ان في حرامي بيسرق المحل بتاعه في ظرف 3 ثواني. طريقه عمل نظام بيكرز ممتازه جدا، لانه في اي حاله بيعتبرها النظام سرقه بيصور الحادثه على طول وبيسجله ويبعته للموبايل، والتصوير طبعا بجوده عاليه، وبعد دقيقتين بيبعت فيديو مدته 50 ثانيه بواقع 25 ثانيه قبل و25 ثانيه بعد الحادثه، يعني من الاخر كده تغطيه كامله للحادثه. في حاله عمليه البيع العادي بيبعت النظام صور وفيديو للشخص المعني بعمليه البيع كامله، ونظام بيكرز بيرسل اي حاله بيعتبرها سرقه، زي مثلا لو اتقطعت الكهرباء عن المكان او اتقفل سيستم بيكرز من اي حد. اما في حاله حدوث عمليه سطو على المحل او الشركه بيتم تشغيل النظام يدويا بضغط زر الطوارئ. سامي بيقدر يشوف حساباته واللي اتباع النهارده، ومين اشتغل من الموظفين ومين ما اشتغلش بفضل نظام بيكرز. نظام بيكرز بيستخدم لمحلات الذهب والالكترونيات والملابس والاحذيه وكل حاجه ممكن تتعد، وممكن كمان استخدامه لحمايه المنازل من السرقه. يعني من الاخر مع نظام بيكرز هتنام وانت مرتاح.